بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى الأول، أو اللاب عندنا النهاردة هنقوم اللاب اللي قدامنا ده. طبعا واحنا أصلا موقفين الفيديو لسه بنقول يا هادي قومنا التوبولوجي بتاعه، حطينا الأي بيهات عليه. بالنسبة للسكيمة بتاعت الأي بيهات R1 وR2، تمام؟ هحط الأي بيهات 10-1، وبعد كده أرقام الراوترز 1-2، ببدأ دايما برقم الراوتر الأقل وبعد كده رقم الراوتر الأعلى، وبخلي البرفكس على 24. طبعا انا مخليها كله سريالات، يبقى كان الريكومندد ان انا اخلي البرفكس على كام؟ على 30، تمام؟ جاست ان انا بس خليت البرفكس على 24 علشان افضل محافظه على السكيما اللي احنا متعودين عليها، ان الاي بي يبقى اخر رقم او الاوكتت الاخراني يعني في الاي بي يبقى هو ذات نفسه الرقم بتاع الراوتر. سي مثلا هنا بين R2 وR3 الاي بيات بتاعتي هتبقى 10-1، ها ارقام الراوترز الرقم القليل الاول 2-3، وبعد كده لو انا كنت خليت البرفكس هنا على 30 كنت هبقى استق ان انا احط اي بيهات دوت 1 ودوت 2، يبقى انا كده بعدت عن السكيما اللي احنا متعودين عليها، جست ان انا عايزه احافظ عليها، فخلي ارقام الراوترز او الاي بيهات يعني اسفه 2 و3، عشان كده زي ما اتفقنا ان انا مخليها كله على كام؟ على 24. الشبكه اللي فوق دي مش شغاله اصلا او اس بي اف، المنطقه اللي تحت دي هي اللي شغاله او اس بي اف، تمام؟ اريا 0 اريا 2 اريا 1، تمام؟ طبعا كنا قلنا قبل كده لو انت هتقسم الشبكه بتاعتك كلها اريا واحده بس يبقى ممكن تحط لها اي رقم، لكن طالما هتكريت اكتر من اريا يبقى مصي يبقى في عندي اريا 0، تمام؟ الشبكه اللي فوق دي اصلا شغاله براوتنج بروتوكول اللي هو الريب، يبقى معنى كده ان ار 2 ده عباره عن ايه؟ اريا بورد الراوتر، ار 3 ار 4 اريا بورد الراوتر، لكن بالنسبه لار 3 ده هيبقى عباره عن اوتونوماس سيستم بوردر راوتر، ده هيبقى عباره عن ايه؟ اوتونوماس سيستم بوردر راوتر، تمام؟ طيب لو دلوقتي عملنا انجكشن لبروتوكول الريب جوه الاو اس بي اف، تمام؟ هيدخل عندي هنا فهيظهر على كل الراوترز ان انا شايفاه بحرف ايه؟ او، وبعد كده اي سواء 1 او 2 اكسترنال تايب 1 او اكسترنال تايب 2. خدوا بالكم انا عندي مجموعه من الشبكات متجانسه، تمام؟ يعني كان ممكن ان انا اعمل لها سمرايزيشن، كان ممكن اعمل لها ايه؟ سمرايزيشن. انا ممكن اعمل سمرايزيشن في التوبولوجي اللي قدامي ده في منطقتين، ايه هما؟ على الاريا بورد الراوتر وعلى الاوتونوماس سيستم بورد الراوتر. يعني اجي على ار 2 اقوم عليه سمرايزيشن، تمام؟ وار 4 هو كمان اقوم عليه سمرايزيشن عن طريق الامر بتاع، حد فاكره؟ اريا رينج. يعني لو عندي هنا سي مثلا مجموعه من الشبكات المتجانسه عايز ابعتها للاريا دي، تمام؟ سمرايزد هاجي على ار 4 لان هو ده الاريا بورد الراوتر بتاعي، واكتب عليه تحت البروسيس اريا رينج. الامر بتاعي ايه؟ اريا رينج. لكن على الاوتونوماس سيستم بورد الراوتر الامر اللي بعمل بيه سمرايزيشن كان سامري ادرس. كان ايه يا شباب؟ سامري ادرس، تمام؟ وطبعا اتعلمنا ان المصطلح ان انا فعلا اعمل سمرايزيشن عشان يقلل حجم الراوتنج تيبل، تمام؟ مشكلتي دلوقتي في حاجه، ايه هي؟ لو انا فعلا عندي شبكات كتير وعملت لها سمرايزيشن سواء على ار 3 او على ار 2 وار 4، انا قللت حجم الراوتنج تيبل لكن مش قللت الداتابيس. مش قللت حجم مين؟ الداتابيس. واحنا شفنا حجم الداتابيس اصلا انه ممكن يبقى كبير، تمام؟ وان في انواع كتير للال اس اي، تمام؟ لغايه دلوقتي. عشان كده هنعمل السمرايزيشن النهارده بطريقه افيشنت اكتر بكتير. ايه هي؟ عشان نعرف ايه اللي هنعمله النهارده باذن الله لازم الاول نتعلم ايه هي انواع الاريا. اريا. طيب اول نوع من انواع الاريا الباكبون اريا، وقلنا الباكبون اريا دي اللي هي اريا 0، دي الدعامه اللي لازم تبقى في النص، تمام؟ النوع الثاني انترنال اريا، على سبيل المثال في حالتي زي اريا 1 وزي اريا 2، واي راوتر جواها اصلا بنسميه انترنال اريا. اي راوتر جوه الباكبون بنسميه انترنال او اسا باكبون راوتر، لا اقصد اي راوتر جوه الباكبون بنسميه باكبون راوتر، تمام؟ في انواع ثانيه من الارياز نرصهم الاول نكتبهم وبعد كده نشرح واحده واحده. النوع الاولاني ستوب اريا او برضو بنسميه ستوبي اريا، المسميين صح، تمام؟ النوع الثاني توتالي ستوبي اريا، النوع الثالث نوت سو ستوبي اريا، النوع الرابع نوت سو توتالي ستوبي اريا، نوت سو توتالي ستوبي اريا. نمسك بقى نوع، قلنا طبعا المنطقه اللي في النص دي ايه؟ ده مين؟
الباكبون، تمام؟ بالنسبة لإريا واحد وبالنسبة لإريا اتنين، دول أقدر إن أنا أحولهم لأي نوع من الأربع أنواع دول. ناخدهم بقى كده بالتفصيل، تمام؟ ونشرح عليهم كمان أنواع ال LSE. بس قبل ما نعمل الكلام ده، تعالوا بس نقوم فعلا بروتوكول مين؟ ال OSPF، لأن احنا جاست إن احنا حطينا أيجاد بس، تمام؟ نيجي دلوقتي كده على R1 نشغل عليه بروتوكول ال OSPF. طبعا احنا عارفين ان انا ممكن ان انا اعمل له كونفيجريشن سواء عن طريق امر نتورك، او ممكن ان انا انزل تحت الانترفيس دايركت واشغل البروتوكول، تمام؟ انا بس هنزل دلوقتي، انا عن نفسي بفضل طبعا تحت الانترفيس وريح دماغي، بس هنزل الاول تحت البروسيس عشان اعمل هارد كود للاريا اي دي للريد، تمام؟ للراوتر اسا اي دي للريد، تمام؟ فهقول له هنا راوتر OSPF 1، واقول له هنا راوتر اي دي هديله وحيد. وكنت قلت لكم يا ريت ان انت تعمل هارد كود للريد قبل ما تشغل البروتوكول، لانك لو شغلت البروتوكول هيجنريت ريد، تمام؟ بعد ما تغير الريد هيطلب منك يا اما كلير للبروسيس او ريلود للراوتر عشان القيمه الجديده تيك افكت، تمام؟ وكون ان القيمه اتغيرت قلنا في كونفيجريشن النهارده ان شاء الله اذا ربنا شاء واخدناها، تمام؟ معتمد على قيمه الريد، فلو كنت الريد اتغيرت كل الكونفيجريشن دي هتقع، تمام؟ تعال نشغل بقى البروتوكول بتاعي تحت الانترفيس S1 over 0. هقول له IPOSPF1 area 0. بالمناسبة في GNS طبعا الفيرجنز الجديدة من GNS فيها شوية باجز كده سخيفة شوية، المفترض ان انا موصلهم الاثنين دلوقتي عن طريق سيريال، تمام؟ في الجي ان اس الفيرجنز الجديدة بيصير كأنه لينك فاست ايثرنت، لكن فعليا ده عبارة عن ايه؟ سيريال، تمام؟ ابسط حاجه السكرين شوت دي انا فعلا اصلا ما لابتي انا عاملاها بايدي، تمام؟ والسكرين شوت ده انا واخداه اصلا من لاب قبل كده انا عاملاه بايدي، تمام؟ ففعلا فعلا الفيرجنز الادم كان بيظهر لي علامه اللي هي البارك دي، لان السيريال المفترض ان هو يظهر علامه البارك، فمش تتلخبطوا لو شفتوا المنظر ده قدامكم بس مش اكتر، تمام؟ نشغل بقى دلوقتي على الراوتر الثاني. قلنا اول حاجه راوتر OSPF1 واقول له راوتر اي دي اتنينات، وانزل تحت الانترفيس. على فكره احنا اريا احنا دي عملناها غلط، انا اسفه، اريا 2، تمام؟ ار 1 المفترض ان هو في اريا 2، تمام؟ طب ما تقول يا اخي شو رانينج على الانترفيس S1 over 0 اريا 2 اهو، تمام؟ نيجي بقى على ار 2، قلنا تاني هنزل تحت الانترفيس سيريال 1 over 0 IPOSPF البروسيس رقمها whatever اريا 2، وتحت الانترفيس الثاني سيريال 1 اوفر 1 واقول له IPOSPF1 ده بقى اللي تبع اريا 0، تمام؟ بالنسبه لار 3، ار 3 طبعا عليه انترفيسز تبع بروتوكول الاو اس بي اف وعليه انترفيسز تبع بروتوكول الريد، تمام؟ يبقى نشغل دلوقتي الاول راوتر او اس بي اف 1 راوتر اي دي تلاتات، وانزل تحت الانترفيس سيريال 1 اوفر 0 IPOSPF1 اريا ده 0، وتحت الانترفيس الثاني سيريال 1 اوفر 1 وبرضه هشغل عليه تبع اريا 0. وبالنسبه بقى عايز اشغل عليه كمان البروتوكول بتاع الاو اس بي اف اسفل الريب، تمام؟ فهاجي على الراوتر ار 3 راوتر ريب. طبعا كنا قلنا لو انت اتحطيت في سيناريو ان انت تشتغل ريد يبقى ريكومندد ان انت تشتغل فيرجن 2 وقلنا طالما هتشتغل فيرجن 2 وانت مغمض ريكومندد ان انت تقول له نو اوتو سامري، تمام؟ نشغله بقى على النتورك اللي عندي، النتورك اللي عندي اللي هي مين؟ 192.168.4.0، تمام؟ نكمل بقيه الكونفيجريشن على ار 4 راوتر OSPF1 راوتر اي دي اربعات، تمام؟ تحت الانترفيس سيريال 1 اوفر 1 IPOSPF1 اريا 0، وتحت الانترفيس الثاني اللي هو سيريال 1 اوفر 0 IPOSPF1 اريا 1. ار 5 راوتر OSPF1 راوتر اي دي 5، وانزل تحت الانترفيس سيريال 1 اوفر 0 واقول له IPOSPF1 اريا 1. اخر راوتر عندي بقى اللي هو ار 6 اللي شغال بالريب فوق، راوتر ريب
واقول له هنا فيرجن 2 نو اوتو سامري نتورك 192.168.1.0 والثانيه 2.0 الثالثه والرابعه اللي هي على فاست 0 على 0 عليه اللي هي 4.0. طبعا حتى هذه اللحظه لو جيت سي مثلا على ار 1 وقلت له شو اي بي راوت هشوف شبكات مين؟ شفت شبكه ال 10 1 32 او 23 اسفه 34 45 23 23 فين 23 اهي و 34 و 45 صح؟ وشفتهم كلهم فعلا بحرف او اي اي لان هي فعلا نوعها انتر اريا جايه لي من اريا ثانيه تمام؟ لكن ايه اللي ميسنج عندي؟ مش شفت اي شبكات خالص من اللي جايه لي من ناحيه الريب. ليه؟ لسه حتى هذه اللحظه مش عملت ريديستريبيوشن. ما احنا اتفقنا ان باي ديفولت اثنين راوتنج بروتوكول اصلا الديفولت بتاعهم مش هيشوفوا بعض، عشان اخليهم يشوفوا بعض لازم اعمل انجكشن حق تمام عشان مش تتلخبطوا. في ناس تقول لي طب انزل تحت انهي بروسيس واقول ريديستريبيوت لمين عشان مش تتلخبطوا. انا دلوقتي هعمل الريديستريبيوشن على مين؟ على الراوتر اللي عليه انترفيسز تبع الريب وتبع الاو اس بي اف اللي هو الاوتونوماس سيستم بورد الراوتر. هنزل تحت البروسيس بتاعت الاو اس بي اف اقول له ريديستريبيوت للريب. هنزل تحت البروسيس بتاعت الريب واحقن جواها شبكات الريب، يبقى هنزل ايه؟ اقول له ريديستريبيوت للريب. وبعد كده المفترض لو انا عايزه شبكه الريب هي كمان تشوف الاو اس بي اف، يبقى هنزل تحت البروسيس بتاعت الريب واقول له ريديستريبيوت احقن الاو اس بي اف. احقن مين؟ الاو اس بي اف. وضحت كده؟ طيب تعالوا نعمل الكلام ده. هاجي على ار 1 اسفه على ار 3 تمام وانزل تحت راوتر او اس بي اف 1 واقول له ري ديستريبيوت لمين؟ لبروتوكول مين؟ الريب تمام. ممكن ان انت تحدد سيد مترك معين. لو انا مش حددت سيد مترك، حد فاكر المترك الديفولت بتاعه بيبقى كام؟ 20 السيد مترك تمام. اي بروتوكول بيدخل عندي جوه شبكه الاو اس بي اف بمترك كام باي ديفولت؟ 20. ده الديفولت لو حبيت ان انت تغيره تمام. والمترك تايب نوع المترك بتاعي تمام، سواء اكسترنال تايب 1 او 2. الديفولت 2. الديفولت ايه يا شباب؟ 2. ما كانتش مره اجازه اللي اخذناها دي؟ ها الديفولت ايه؟ 2 تمام. طيب في التوبولوجي ده مين الافضل؟ هو راح فين؟ في التوبولوجي ده مين الافضل ان انا استخدم اكسترنال تايب 1 ولا 2؟ 2. ليه؟ لان انا ما عنديش اكتر بالظبط كده، ما عنديش اكتر من مسار عشان يوصلني لشبكه ال 192.168. يبقى ايه لازمه ان الشبكات تدخل عندي اصلا وكل وعلى مستوى كل راوتر الداش كسترا يشتغل عشان يزود قيمه الكوست او المترك؟ ملهاش لازمه. يبقى الافضل في السيناريو ده فعلا ان انا اشتغل اكسترنال تايب 2 اللي هو الديفولت، يبقى انا مش هحدده. يهمني بس ان انا استخدم الاوبشن ده سبنت. ليه؟ لان عشان اصلا الشبكات دي يتعمل لها ريديستريبيوشن، لو انا مش استخدمت الاوبشن بتاع سبنت هيعمل ريديستريبيوت اساسا لشبكات الكلاس فول بس. هعمل ايه؟ ريديستريبيوت لمين؟ للشبكات الكلاس فول بس. فلو انا عايزاه كمان يعمل ريديستريبيوت للشبكات الكلاس ليست، طبعا في حالتي انا مش حاطه اي واحده كلاس ليست لان كلهم كلاس سي تمام. لكن لو انا عندي شبكه كلاس ليست يهمني ان انا استخدم الاوبشن بتاع سبنت تمام. لو قلت له انتر هنا وجيت دلوقتي على ار 1 وقلت له شو اي بي راوت، نتقل بس كده شويه، تمام بدات فعلا ان انا اشوف شبكات 192.168 1 2 3 4 وكلهم او اس بي اف اكسترنال تايب 2. طبعا في حالتي لو حاولت ان انا اصلا ادنج على اي شبكه من الشبكات دي زي مثلا 1 كان رقم الراوتر اللي هناك كام؟ 6 تمام، مش هيبقى فيه ريبلاي. ليه؟ صحيح دلوقتي ان شبكه ان ار 1 شايف شبكه الريب لكن مفيش راوت باك، ما هو ار 6 لغايه دلوقتي لسه مش شايف الشبكات اللي المفترض تجي له عن طريق بروتوكول الاو اس بي اف. فلازم نيجي عند ار 3 اصلا نعمل ميوتشوال ريديستريبيوشن، يعني اعمل ريديستريبيوت اساسا لشبكات الاو اس بي اف، اعمل لها انجكشن جوه شبكات الريب عشان يبقى فيه راوت باك عشان ار 6 يشوف الشبكات دي. تاني كتاكيد اهو لو جيت دلوقتي عند ار 6 وقلت له شو اي بي راوت، ما شفتش اي حاجه خالص من شبكات العشرات.
تمام. فعشان تبقى الشبكه بتاعتك بينجابل، طبعا في اللاب بتاعي انا مش فارق معايا اصلا ان الشبكه بتاعتي تبقى بينجابل، انا كل اللي فيها ان انا عايزه اشوف بس الشبكات بتاعت ال 192 تمام. فممكن نكتفي بكده علشان اصلا موضوعنا النهارده مش ريديستريبيوشن اصلا، كده كده هناخده قدام باذن الله، فممكن نكتفي بكده بس برضه عشان تبقى ايه حاجه قدام عينيكم يعني شفتوها. تعالوا نعمل ميتشوال ريديستريبيوشن عشان برضه ار 6 يشوف شبكه العشرات. فهنيجي عند ار 3 واقول له نعمل ايه بقى، هنزل تحت راوتر مين ريب، انا عايزه احقن شبكات الاوس ريب جوه شبكات الريب، يبقى هنزل تحت البروسيس بتاعه الريب واقول له ريديستريبيوت لمين، لبروتوكول الاوس تي اف اللي واخد بروسيس نمبر، انا استخدمت رقم واحد. يهمني جدا جدا هنا بقى ان انا استخدم الاوبشن ده مترك، لازم احدد سيد مترك. ليه؟ احنا لسه قايلين ان اي شبكات هتجيلي جوه شبكه الاوس تي اف الديفولت بتاعها ان هي هتاخد مترك كام؟ 20 تمام. طيب بالنسبه للعكس، اي شبكات هتدخل جوه شبكه الريب، احنا عارفين ان انا عندي مشكله في الريب ان اقصى مترك كام؟ 110. لا المترك بالنسبه للريب 15. اقصى مترك للريب كام يا شباب؟ 15 صح. دلوقتي المترك بتاع شبكات الاو اس اف المفترض ان هي قيم بتبقى عاليه 20 30 164 قيم كده، فطبعا بروتوكول الريب مش هيقدر ان هو يستوعبها، وعشان كده لازم احدد له سيد مترك ان الشبكات بتاعه الاو اس بي اف لما تدخل جوه شبكه الريب تبدا سي مثلا بمترك واحد، تبدا بمترك ايه واحد تمام. وعلى مستوى بعد كده كل هوب انط عليه قمه المترك تبدا تزيد بواحد تمام. فعشان كده قلت لكم لازم هنا مصت ان انا احدد له سيد مترك، لازم احدد له ايه يا شباب؟ سيد مترك تمام. لو جيت دلوقتي بقى على ار 6 وقلت له شو اي بي راوت، بدات فعلا اخد بالي ان في شبكات 10 1 12 23 مش هي فعلا دي كل شبكات العشرات اللي عندي، بس الرب طبعا غني في كذا حاجه. بالنسبه للاو اس بي اف انا كنت قدرت فعلا ان انا احدد ان الشبكات دي جايه لي من راوتنج بروتوكول مختلف لان ظهر جنبيها حرف الاي اكسترنال تايب، انما بالنسبه لبروتوكول الرب الشبكات دي كلها اكسترنال بالنسبه له، ورغم كده شايفه ايه؟ كانها رب. برضه شايفه كان ايه يا شباب؟ رب. واضحه كده؟ كده بقى لو جيت من ار 1 ابنج على اي شبكه من الشبكات دي المفترض ان الشبكه بتاعتي بينجابل وتمام وزي الفل. تمام كده؟ طيب نيجي بقى دلوقتي هنا على انواع ال ال اس اي عشان نفهم انواع الاريا، لازم اول نفهم انواع ال ال اس اي تايب. عندي اللي هو النوع الاولاني تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4 5 تايب 6 تايب 7، دول اللي يهموني اصلا بالنسبه للاو اس بي اف اللي شغال عندي على اي بي فيرجن 4. مين اللي بيعمل جنريت لتايب 1؟ اي راوتر جوه الاريا، اي راوتر ايه جوه الاريا الواحده بيعمل جنريت لتايب 1 تمام. طب مين اللي بيعمل جنريت لتايب 2؟ كنا قلنا اللي بيعمله جنريت هو الدي ار. مين اللي بيعمله جنريت يا شباب؟ الدي ار. وبالتالي تايب 2 ده مش هتشوفوه اصلا في شبكات البوينت تو بوينت. يبقى انا دلوقتي لو جيت عند ار 1 مثلا هنا وقلت له شو اي بي او اس بي اف داتا بيز تمام، ادور كده على تايب 2 اصلا مفيش عندي تايب 2، مفيش عندي ايه يا شباب؟ تايب 2 تمام. طيب ده بالنسبه لتايب 2. بالنسبه لتايب 3 مين اللي بيعمل له جنريت اصلا؟ الاريا بوردر راوتر. مين اللي بيعمل جنريت لتايب 3؟ الاريا بوردر راوتر. يبقى ده اللي بيعمل له جنريت الاريا بوردر راوتر، بيعرف الراوترز اللي معاه في نفس الاريا عنوانه تمام. بالنسبه لتايب 4 مين اللي بيعمل له جنريت؟ برضو الاريا بوردر راوتر هو اللي بيعمل له جنريت، بس عشان يعرف الراوترز اللي معاه في الاريا عنوان الاوتونوماس سيستم بوردر راوتر. فرق ما بين الاثنين تايب 3 وتايب 4. تايب 3 معناه ايه؟ مين اللي بيعمل له جنريت الاول؟ الاريا بوردر راوتر عشان يعرف الناس اللي معاه في الاريا عنوانه هو. لكن تايب 4 مين اللي بيعمل له جنريت؟ الاريا بوردر راوتر عشان يعرف الراوترز اللي معايا في نفس الاريا عنوان الاوتونوماس سيستم بوردر راوتر. واضحه لغايه دلوقتي؟ طيب بالنسبه لتايب يعني نقدر نقول هنا برضو الاريا بوردر راوتر بس عشان يعرفهم عنوان الاوتونوماس سيستم بوردر راوتر. بالنسبه لتايب 5 مين اللي بيعمله جنريت بقى؟ قال لك تايب 5 ده بيعبر عن الاكسترنال راوتس.
بيعبر عن مين يا شباب؟ الاكسترنال راوت. تمام، مش انا عندي فعلا مجموعه من الشبكات اهو جات لي من راوتنج دومين مختلف، جات في شبكه الاس بي اس بتاعتي. تمام، فلو جيت دلوقتي سي مثلا على ار 1 ونزلت تحت كده لقيت فعلا في تايب 5 اوتونوماس سيستم. تمام، مين اللي بيعمله جنريت؟ ار 3. مين ار 3 ده؟ مين ار 3 ده؟ الاوتونوماس سيستم بورد الراوتر. ما هو ده اللي اتعمل عليه ريديستريبيوشن، هو ده اللي بياخد الشبكات اصلا الاكسترنال يزحالي. يبقى تاني ايه هو تايب 5؟ مين اللي بيعمله جنريت؟ ها، الاوتونوماس سيستم بورد الراوتر. تمام، بيزعلي الشبكات الاكسترنال. بيزعلي ايه يا شباب؟ يا شباب الشبكات الاكسترنال. واضحه الموضوع لغايه دلوقتي؟ تمام، الشبكه بتاعتي بينجا بلو تمام وزي الفل. مشكلتي دلوقتي ان حجم الداتابيس بتاعتي كبيره والراوتنج تيبل كبير. قلنا ممكن ان انا اجي في التوبولوجي ده وابدا ان انا اعمل سمرايزيشن. على سبيل المثال ممكن اجي على ار 3 وابدا ان انا اطبق سمرايزيشن عن طريق امر سامري ادرس. عن طريق امر ايه؟ سامري ادرس. بس قلت لكم تاني مشكلتي مع الطريقه دي هيقلل لي حجم الراوتنج تيبل. يعني على ار 1 بدل ما اشوف الشبكات دي كلها بالمنظر ده هشوفها سامرايز، بس مش هيقلل لي حجم الداتابيس تيبل. مش هيقلل لي حجم مين يا شباب؟ الداتابيس تيبل. لو انا عايز اقلل بقى حجم الداتابيس تيبل هلعب بقى في انواع الاريا. العب في انواع مين؟ الاريا. ناخد اول نوع ستوب اريا. هاجي دلوقتي على اريا 2 دي احولها لستوب اريا. ستوب اريا ده معناه ان دلوقتي ار 2 هياخد اي شبكات اكسترنال ويحولها لي كانها ديفولت راوت. تاني ار 1 عشان يوصل دلوقتي لاي شبكه من شبكات الاكسترنال هيرمي على مين؟ هو قدامه اي مسار غير ار 2؟ ار 1 عشان يوصل لاي شبكه اكسترنال هيوصل عن طريق مين؟ ار 2، مفيش قدامه غير ار 2. تمام، فانت دلوقتي هتيجي على الاريا اللي ما بينهم دي تحولها لستوب اريا. اول ما تحولها لستوب اريا ساعتها ار 2 هيذيع جوه الاريا اللي اس اي تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 4. لكن اي شبكات تايب 5 هتحاول ان هي تدخل جوه الاريا دي هيمنعها ان هي تدخل الاريا دي. معنى كده ان ار 1 مش هيشوف الشبكات الاكسترنال، لا هيشوفها بس من خلال ديفولت راوت اللي هو ار 2. من خلال ديفولت راوت اللي هو مين يا شباب؟ ار 2. الكلام ده يتم ازاي؟ جاست ان انت هتيجي على ار 2 وار 1 اللي جوه الاريا وتحولهم لستوب. وتحولهم لايه يا شباب؟ ستوب. طب افرض ان في راوترز ما بيننا، خدوا بالكم انا عاملاهم الاثنين دايركتلي كونكتد. افرض بقى ان في راوتر ثاني راوتر ثالث ما بيننا، كذا راوتر جوه الاريا دي، كلهم تحولهم لستوب، مش اللي على الطرفين، كلهم تحولهم لايه؟ ستوب. نعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي دلوقتي مثلا اول على ار 1 تحت البروسيس راوتر اس بي اف 1 واقول له الاريا اللي ما بيننا هي اريا مين؟ لا، ما بين ار 2 ار 1 وار 2. الاريا اللي ما بينها هي اريا ايه؟ اريا 2. دي نوعها ستوب. دي نوعها ايه؟ ستوب. اول ما هضغط انتر قال لي النيبر بقى داون. لو قلت له حتى شو اي بي او اس بي اف نيبر قال لي ان النيبر بقى ايه؟ داون. ليه؟ لان احنا كنا قلنا من ضمن الشروط عشان التو راوترز يبقوا نيبرز لازم يوافقوا اصلا على الاريا فلاج. لازم يوافقوا على مين؟ الاريا فلاج. يعني ايه الاريا فلاج؟ لازم الاثنين يكونوا نفس اصلا نوع الاريا. يعني ده ستوب يبقى ده لازم برضو يكون ايه؟ ستوب. وضحت كده؟ يبقى كان لازم التوبولوجي ده عشان يقوم اجي عند ار 2 هو كمان واقول له راوتر او اس اف 1 ان الاريا اللي ما بيننا اللي هي اريا 2 نوعها ستوب. نوعها ايه يا شباب؟ ستوب. هيطلع لي دلوقتي سيسلوب ان تو راوترز تاني رجعوا تاني بقوا نيبرز وزي الفل. تمام؟ لودنج دون لودنج دون زي الفل. تعالوا بقى نشوف تاثير ده. لو انا جيت دلوقتي الاول على الراوتنج تيبل، انا على ار 1 على الراوتر ده، لو جيت اشوف كده الراوتنج تيبل شو اي بي راوت، ايه رايكم؟ اي شبكه من شبكات الاكسترنال انا شفتها؟ اللي هي شبكات ال 192 168 شفتها؟ لا. تمام، شفت بس الشبكات ايه؟ اللي تبع الاو اس بي اف اللي هي الانتر اريا. طب معنى كده ان انا مش هقدر اوصل للشبكات الاكسترنال؟ لا هوصل لها، لان ظهر فوق ان عندي او اس بي اف ديفولت راوت. او اس بي اف ايه؟ ديفولت راوت. اني لو عايز اوصل لاي حد السبنت ماسك بتاعه اي حاجه فيا مين؟ ار 2. فيا مين؟
ار 2 حتى فوق بيقول لي جيت وي اوف لاست ريزورت، هو ار 2 عشان اوصل لاي حد، حتى لو جيت ابنج على اي واحده منهم 2 6 مثلا الشبكات بتاعتي بنجبل عادي جدا لان برمي على ار 2 تمام. ولو جيت قلت له شو اي بي او اس بي اف داتا بيز تمام، مش كان تحت اصلا في عندي تايب 5 اختفى ولا لا؟ يبقى فعلا فعلا الستوب اريا بتفلتر تايب 5. بتفلتر ايه؟ تايب 5. وضحت اول نوع من انواع الاريا. طيب ندخل على النوع الثاني اللي هو التوتالي ستابي اريا. هنحول بقى اريا 1 لتوتالي ستابي اريا. لو انا جيت دلوقتي عند ار 5 وقلت له شو اي بي راوت، هشوف الشبكات الاكسترنال وهشوف كمان الشبكات اللي بحرف الاو اي اللي هو الانتر اريا تمام. ايه رايك بقى انا لو حولت دي توتالي ستابي اريا، هو ار 5 عشان يوصل سواء للشبكات الاكسترنال او سواء للشبكات اللي شايفها بالاو اس بي اس بس اللي هي انتر اسمها ايه انتر اريا، يعني كده كده هرمي على مين؟ ار 4. ار 4 اللي هيوصلني للاكسترنال وبرده اللي هيوصلني لبقيه الشبكات اللي بالاو اس بي اف تمام. ايه لازمه اصلا ان انا اشوف الشبكات دي كلها في الراوتينج تيبل؟ طب ما انا اشوف ديفولت راوت يرمي على ار 4 وانتهينا. اشوف ايه ديفولت راوت يرمي على مين؟ ار 4 وانتهينا. ساعتها هحول الاريا دي لايه؟ توتالي ستابي اريا. يبقى التوتالي ستابي اريا هيفلتر اني انواع من انواع ال ال اس ايه؟ هيبعت تايب 1 وتايب 2 بس، انما تايب 3 هيمنعه، تايب 4 هيمنعه، اي حاجه ليها علاقه بشبكات حتى الاو اس اف هيمنعها. ورغم كده ار 5 هيشوف الشبكات دي كلها فيا مين؟ من خلال مين؟ ار 4. يبقى هيشتغل بالنسبه له كديفولت راوت تمام. لو جيت دلوقتي هنا على ار 5 وقلت له شو اي بي او سي اف داتا بيز، نركز كده في شكل الداتا بيز تمام. طبعا احنا قلنا ان هو الراوتر لينك ده مين اللي بيعمله؟ جنريت كل الراوترز اللي جوه الاريا تمام. السامري نت لينك مين اللي بيعمله؟ جنريت اللي هو ار 4 في حالتي اللي هو مين؟ ار 4 في حالتي اللي هو مين؟ الاريا بورد الراوتر. الاريا بورد الراوتر ده اللي هو المقصود بيه تايب 3. ده المقصود بيه مين يا شباب؟ تايب 3 تمام. السامري اوتونوماس سيستم بورد الراوتر تمام، ده المقصود بيه مين اللي بيعمله؟ جنريت الاريا بورد الراوتر عشان يعرفني عنوان الاوتونوماس سيستم بورد الراوتر. فرقوا تاني، ده اللي هو تايب 3 سامري نت. سامري نت تمام. مين اللي بيعمله؟ جنريت الاريا بوردر راوتر اللي هو في حالتي ار 4 عشان يعرفني الشبكات اللي حواليه تمام. لكن السامري اي اس بي ده اللي مين اللي بيعمله؟ جنريت الاريا بوردر راوتر عشان يعرفني عنوان الاوتونوماس سيستم بوردر راوتر. وفي عندي طبعا في الاخر التايب 5 اللي هو الاكسترنال، مين اللي بيعمل جنريت الاوتونوماس سيستم بوردر راوتر عشان يعرفني الشبكات اللي حواليه. شفتوا حجم الداتا بيز قد ايه؟ تعالوا بقى نحول الاريا دي لمين؟ للتوتال ستابي اريا عشان فعلا نتاكد حجم الداتا بيز بتاعتي هتصغر ولا لا، وحجم الراوتنج تيبل هيصغر ولا لا. التوتال ستابي اريا سيسكو بروبريتاري. سيسكو ايه؟ بروبريتاري. فانا هاجي دلوقتي على ار 4 واحوله، اقول له هنا راوتر او اس بي اف 1 واقول له الاريا اللي ما بيننا اللي هي اريا كام؟ اريا 1 تمام. نوعها ستوب لغايه دلوقتي فرق حاجه عن الامر اللي لسه واخدينه، بس هنا بقى هستخدم اوبشن اسمه نو سامري. كده انا حولته لتوتالي ستوب اريا، حولته لايه؟ توتالي ستوب اريا. طبعا النيبر ريليشن شيب وقعت، فلازم اجي دلوقتي على ار 5 واعمل عليه نفس الكلام، اكتب عليه الامر بتاع ها اريا 1 ستوب مسافه نو سامري. لا مش شرط. امال قال لك نظرا لان سيسكو اصلا التوتال ستابي اريا ده سيسكو بروبريتاري، افرض ان ده راوتر سيسكو واللي جنبه ده مش راوتر سيسكو. فسيسكو كانت ذكيه في الحته دي، قالت لا مش شرط، ده ممكن تخلوا ده ستاب عادي، مش شرط ان هو يكون توتال ستابي اريا، ممكن يبقى ستاب عادي. بس المهم ان التوتال ستابي اريا تعمل الامر ده بالاوبشن بتاع نو سامري على الاريا بورد الراوتر. على الاريا بورد الراوتر ذات نفسه لازم يكون توتال ستابي اريا، لكن الراوتر جاره ممكن يكون توتال ستاب اريا او ستاب راوتر عادي. وضحت الفكره؟ فانا هاجي دلوقتي على ار 5 واقول له هنا راوتر او اس بي اف 1 الاريا اللي ما بيننا قلنا اريا 1 تمام، نوعها ستاب. مش شرط ان انا اقول له نو سامري. شويه كده وهيطلع لي سيس لوج ان تو راوترز بقوا نيبرز. اول حاجه بقى على ار 5 شو اي بي راوت
ايه اللي حصل؟ كل الشبكات اللي انا كنت شايفاها سواء بالاو اس بي اف او الاكسترنال اختفت وظهر ديفولت او اس بي اف راوت، اني لو عايز اوصل لاي حد هرمي من على ار 4. شفتوا تاثيره؟ وطبعا لو جيت ابنج على اي واحد شغال وزي الفل. ده الاكسترنال اهو، لو جينا برضو نبنج على واحد من الانترنال مثلا او شبكات الاو اس بي اف 10 1 12 1 شغال اهو زي الفل. وتاثيره على الداتا بيز شو اي بي او اس بي اف داتا بيز، ايه رايكم حجم الداتا بيز بقى عامل ازاي؟ صغر جدا. ده اللي هو تايب 1. طبعا تايب 2 في السيناريو بتاعي مش موجود لان نوع الشبكه بتاعتي بوينت تو بوينت. تايب 2 ده يصير لو نوع الشبكه بتاعتي بروكست، تمام. وظهر عندي سامري نت لينك. مين اللي بيعمله جنريت؟ مش احنا اتفقنا انه بيفلتر تايب 3؟ مش ده تايب 3 صح؟ لا، هو مش معناه ان هو زعل الشبكات خالص، هو بيقول لي اصلا ان ار 4 ده هو ده الديفولت عشان يوصلني لكله. هنا ما جابليش شبكات، ما جابليش انواع ال اس اي، هنا كل اللي فيها انه بيقول لي ان ار 4 ده مين؟ تمام؟ ها؟ هو الجيت واي بتاعي عشان يوصلني لكل الشبكات. وضحت كده؟ اسئله لغايه دلوقتي؟ تمام. تعالوا نشوف بقى الاوبجيكتيف بتاعي، بيقول لي كونفيجر ستوب توتال ستوبي اريا على التوبولوجي ده، تمام؟ ندخل في اللي بعدي. نوت سو ستوبي اريا، ايه حوار بقى النوت سو ستوبي اريا ده؟ نكبر بس التوبولوجي بتاعي كده شويه. تمام؟ هاجي هنا اوصل راوتر كمان اللي هو ار 7. هوصل ار 7 واوصلهم الاثنين فاست 0 اوفر 0. تمام، ناخد بس التوبولوجي ده كده ونشره عليه. نيجي هنا على الانترفيس فاست 0 على 0، نحط عليه شبكه 192.168.5 ونشغل عليه ريب، وطبعا الانترفيس ده برده نفس النتورك، تمام؟ لغايه ما الراوترز بتاعتي تقوم. عندي مشكله هنا كبيره، ايه هي؟ نوع الاريا دي ايه؟ حتى هذه اللحظه احنا قولنا دي ان نوعها ستوب اريا، وقولنا دي توتالي ستوب اريا، توتالي ستوب اريا. وانا لسه قايله ان التوتال ستابي اريا بتفلتر انواع تايب 3 و 4 و 5. نركز على 5، نركز على مين؟ على 5. المفترض دلوقتي ان دي شبكات ريب، فالمفترض ان انا هاجي على ار 5 اعمل عليه ريديستريبيوشن عشان يبدا انه ياخد شبكات الريب يزيحها جوه شبكه الاو اس بي اف. طب ما انا لسه قايله ان ار 5 ده ستاب اريا هيفلتر تايب 5، هيفلتر ايه؟ واضحه المشكله اللي انا واقع فيها دلوقتي؟ يبقى معنى كده ان الشبكات دي اصلا مش هينفع ان هي تتذاع عندي. خدوا بالكم من حاجه، ار 5 دلوقتي في حالتي نوع ايه؟ اوتونوموس سيستم بوردر راوتر. بعد ما اتذاع عليه شبكه اللي هي الريب دي، المفترض ان هو هيلعب وظيفه ايه؟ اوتونوموس سيستم بوردر راوتر. لا الستوب اريا ولا التوتالي ستوبي اريا، انا كاتبه توتالي غلط. توتالي تمام؟ لا الستوب اريا ولا التوتالي ستوبي اريا ينفع اصلا ان يكون فيهم راوتر نوع اوتونوموس سيستم بورد راوتر. تاني، الستوب اريا والتوتال ستوب اريا ما ينفعش يكون فيهم راوتر نوع ايه؟ اوتونوموس سيستم بوردر راوتر. ليه؟ لان الاوتونوموس سيستم بوردر راوتر هيدخل لي تايب 5، هيدخل ايه يا شباب؟ تايب 5، وتايب 5 مشكلتي معاه ان هو اصلا هيتفلتر جوه الستوب اريا او التوتال ستوب اريا. وضحت المشكله؟ طب والحل؟ قال لك بكل بساطه طريقه كده ضحك كده على الراوترز، هنعمل ايه؟ هنخلي اصلا ار 5 يحول تايب 5 كانه تايب 7، كانه ايه؟ تايب 7. تايب 5 يحوله لتايب 7. ايه تايب 7 ده؟ ولا الهواء، كل اللي فيه ان هو بيغطي، بيعمل ماسك على تايب 5 عشان ينفع ان هو يعدي من الشبكه دي، عشان ينفع ايه يا شباب؟ يعدي من الشبكه دي. تمام؟ ساعتها نوع الاريا دي عشان اقدر احقق التارجت ده بيبقى نوعها نوت سو ستابي اريا. نوت سو ايه؟
ستابي اريا. تاني ها عشان مش تتلخبطوا، انواع الارياز بتاعتي ستوب توتالي ستابي اريا، نوت ستاب اريا، نوت سو توتالي ستاب او ستابي اريا. تمام. يبقى تاني عشان اقدر ان انا احقق التارجت ده هاجي على الشبكه دي اعمل فيها ايه يا شباب، او الاريا دي احولها ايه؟ نوت سو ستابي اريا. تمام. قلنا تاني تاثيره ان الاوتونوماس سيستم بورد الراوتر هياخد الشبكات اللي نوعها تايب 5 يحط عليها ماسك يغطي عليها كان هي تايب 7 عشان ينفع ان هي تمشي من الاريا دي، اول ما توصل لار 4 تظهر تاني على حقيقتها فتدخل تايب 5، فتدخل ايه؟ تايب 5. وضحت الفكره؟ تعالوا نقول بقى الكلام ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لار 7 الانترفيس اللي عليه نديله اي بي ادرس، قلنا كام؟ 132.5 وبالمره نشغل راوتر ريب فيرجن 2 نو اوتو سامري نتورك، قلنا كام؟ 5. تمام. واللي جنبيه اللي هو ار 5 تمام، هنزل تحت الانترفيس بتاعه فاست زيرو على زيرو اديله اي بي ادرس 162.5.5 نو شوت داون راوتر ريب نو اوتو سامري فيرجن 2 نتورك زي الفل كده. تعالوا بقى نحول ار 5 زي ما اتفقنا لايه؟ اوتونوماس سيستم بورد الراوتر. تمام. نشوف اصلا هينفع ان احنا نعمل ريديستريبيوشن ولا لا. خدوا بالكم انا مش مسحت الكونفيجريشن القديمه، يعني حتى هذه اللحظه اريا 1 في حالتي توتالي ستابي اريا، حتى هذه اللحظه الراوتر ده ايه او الاريا دي ايه؟ توتالي ستابي اريا. نيجي بقى على ار 5 زي ما اتفقنا نعمل ريديستريبيوشن، فهنزل تحت راوتر او اس بي اف تمام واقول له ريديستريبيوت الريب، ريديستريبيوت لمين؟ الريب، ونستخدم الاوبشن بتاع سبنت. تمام. اوبا طلع لي ايرور، راوتر از كارنتلي ان اوتونوماس سيستم بورد الراوتر وايل هافينج اونلي وان اريا ويتش از ستوب اريا. رفضت، ما ينفعش ان اصلا الستوب اريا او التوتال ستوب اريا احط فيها اوتونوماس سيستم بورد الراوتر، فرفضت. وضحت المشكله كده يا شباب؟ يبقى نلغي الاول الاوامر بتاعت مين؟ الستوب والتوتالي ستوب اريا. تمام. يبقى هاجي تاني كده هنزل تحت راوتر او اس بي اف تمام واقول له نوت او نو اريا، الاريا اللي ما بيننا رقمها كام؟ 1. ستوب. تمام. ونيجي على الراوتر اللي جنبه ار 4 تحت البروسيس برضو هلغي اللي احنا عملناه. تمام كده. لو جيت قلت له بقى هنا شو راننج السيكشن بتاع بروتوكول الاو اس بي اف تمام لسه موجود عندي ريديستريبيوشن، هو الامر مش اتلغى، الامر مش هيعمل له يعني مش هيدلته، بس في نفس الوقت ما كانش هيتيك افكت لانه هيفلتر اريا 5. تمام. انما كده المفترض ان هو شغال وتمام. لو جيت دلوقتي مثلا على راوتر زي ار 2 على سبيل المثال او ار 3 ار 2 مثلا وقلت له هنا شو اي بي راوت كده لسه مش ظاهره معايا، المفترض ان انا اصلا اشوفها. متاكد بس كده ان احنا ايه عاملين له ريديستريبيوشن صح، احنا شغلنا هنا الريب وشغلنا هنا الريب تو فيريفاي بس ار 7 السكشن بتاع الريب تمام وار 5 شو نيبر داون. يبقى هي ما كانش ليها علاقه اصلا بحته الريديستريبيوشن. نتاكد برضو كده الاول شو راننج السكشن بتاع الريب تمام زيه اهو. طيب هنا بقى ايه المشكله؟ طيب نيبر هاي بس كده شو اي بي او اس بي اف نيبر ما
مفيش عندي نيبرز شو رانين كده السكشن بتاع او اس بي اف. شوف بس ايه المشكله. تمام راوتر اي دي 50 ريد ستريت للريب سب نت. تمام وبالنسبه للار 4 شو اي دي او اس بي اف شو اسا رانينج سكشن بتاع او اس بي اف. انا لغيت اللي هو الامر بتاع نو سامري. تمام بس لما بلغي نو سامري لازم برضو الغي الامر بتاع اريا 1 ستوب. دي حاجه كنت نسيتها. لما بلغي الامر بتاع ستوب بس بالنو سامري بيسيب الامر الاصلي اللي هو اريا 1 ستوب، فلازم برضو ايه الغيه. تمام فهاجي تحت هنا راوتر او اس بي اف 1 والغي اريا 1 ستوب ده. المفترض دلوقتي يطلع لي سيسلوج ان التو راوترز رجعوا تاني بقوا نيبرز. وبالتالي لو جيت هنا عند ار 2 وقلت له شو اي بي راوت نتقل بقى كده شويه. تمام المفترض يصار لي فعلا عندي شبكه 132.5.0. شفتها فيا مين؟ مين اللي بيزحلي؟ ار 3. واضح لغايه دلوقتي؟ تمام. انا دلوقتي زي ما اتفقنا عايزه احول الاريا دي لمين؟ لستوب اريا. بس الفكره بقى ان مش هينفع ان انا احولها لستوب اريا عشان هتفلتر عندي تايب 5، فنحولها لايه؟ نوت سو ستوب اريا. نوت سو ايه؟ ستوب اريا. طبعا لو جينا على ار 1 وقلت له شو اي بي راوت مش هشوف الشبكه دي لان الاريا دي ستوب وستوب بتفلتر تايب 5. لو جيت تاني عند ار 1 وقلت له شو اي بي راوت مش هشوف شبكه ال 132 اصلا لان ده نوعها اكسترنال، وتاني الاريا دي نوعها زي ما اتفقنا ستوب. وضحت كده؟ طيب نيجي بقى دلوقتي نحولها نوت سو ستوب اريا. فهاجي على التو راوترز اللي هما ار 4 وار 5. ار 4 تحت الاو اس بي اف واقول له الاريا اللي ما بيننا هي اريا 1 نوت سو ستوب اريا. نوت سو ستوب ايه؟ اريا. طبعا طلع لي سيسلوج ان النيبرز اصلا بقوا مداون لان اتفقنا الاريا فلاج مصد ان هي تماتش. الاستثناء لو واحد مثلا ستوب اريا والتاني توتال ستوب اريا. تمام نيجي برضو هنا نفس الحوار راوتر او اس بي اف 1 واقول له برضو نوع الاريا بتاعتي ايه؟ نص ستوب اريا. تمام رجعوا اصلا بقوا نيبرز تمام وزي الفل. نفريفاي بقى لو انا جبت دلوقتي طبعا ده هيجي لي هنا بالنسبه لار 5 لو قلت له هنا شو اي بي او اس بي اف داتا بيز. تمام بصوا ايه اللي حصل هنا. ما عنديش تايب 5، ما عنديش ايه تايب 5، اتحول لايه تايب 7. مين اللي بيزيو؟ ار 5. تمام بيزيع شبكه مين؟ ال 132 5. يبقى ار 5 شايف عندي تايب 7 جاله تايب 5 اما حوله تايب 7. طب نروح كده عند ار 4 لو قلت له هنا شو اي بي او اس بي اف داتا بيز. تمام شاف ايه؟ تايب 7. شاف تايب مين يا شباب؟ 7. تمام امال ايه تايب 5 ده؟ انا شفت الشبكات دي تايب 5 صح؟ وده شفته تايب 5؟ اه لان احنا اتفقنا تاني ان هو طول ما هو ماشي في المنطقه دي لو كان في اي راوترز ما بيننا هشوفها تايب 7، لكن اول ما يوصل لار 4 ار 4 هيكشفه تاني على حقيقته ويرجعه تاني تايب بالظبط ويرجعه تاني تايب ايه يا شباب؟ 5. عشان كده فعلا شفت الشبكات دي اصلا بتايب 5. مين اللي بيزيعوا؟ ار 4. مين اللي بيزيعوا يا شباب؟ ار 4. وضحت كده؟ طيب لو جيت دلوقتي سي مثلا على ار 2 او ار 3 شو اي بي او اس بي اف داتا بيز ننزل تحت كده مش هشوف اصلا تايب 7 خلاص اتعمل ايه؟ اتشال من عليه الماسك. هشوف بس تايب مين؟ تايب 5. الشبكه دي شفتها بتايب 5. مين اللي بيزحلي؟ الراوتر ار 4. وضحت الفكره؟ حد وقع في النوت سو ستوب اريا؟ تمام يبقى ده النوع اللي هو اللي بعدين نوت سو ستوب اريا. تمام لو انا جبت دلوقتي مثلا سي على ار 5 على سبيل المثال وقلت له شو اي بي او اس بي اف او شو اي بي اسف راوت شفت شبكات مين؟
الشبكات الكتير دي العشرات تمام. وبالنسبه لشبكه 132 5 كده كده انا شايفاها دايركتلي كونكتد، لكن اي شبكات تانية اكسترنال انا مش شايفاها صح تمام، لان المفترض لو تاخدوا بالكم هنا اصلا ار 5 شايف الشبكات دي كلها اصلا عن طريق حرف الاي او اي اي تمام. ايه لازمه اصلا ان هو يشوف الشبكات دي كلها؟ طب ثانيه واحده، مش كده كده عشان يوصل لاي شبكات من دول من خلال برضو ار 4 تمام، فاقدر بقى ساعتها ان انا احول الاريا دي لنوتسو توتالي ستوب. لنوتسو توتالي ستوب ده اقدر اقارنه بمين؟ بالتوتالي ستوب. اقدر اقارنه بمين يا شباب؟ بالتوتالي ستوب. بمعنى لو انا جيت دلوقتي هنا عند ار 4 وقلت له شو اي بي راوت تمام، ار 4 طبعا شايف الشبكات الاكسترنال بنوع اي 2 اكسترنال تايب 2، وشايف شبكه الخمسه ان 2، ان 2 ده برده اكسترنال تمام، بس الفكره ان الاريا اللي ما بيننا نوعها نوت 2 ستب اريا تمام. ممكن بقى ان انا اجي على ار 4 ده واحوله لنوتسو توتالي ستوب اريا، نوتسو توتالي ستوب ايه اريا، بحيث ان هو يفلتر برضو اي اكسترنال او مش اكسترنال بس، يفلتر كمان اي راوتس اللي هي نوعها يعني او اس بي اف، اي انتر اريا شايفها اصلا بالاو اس بي اف تمام. فهنيجي دلوقتي على ار 4 تحت البروسيس راوتر او اس بي اف 1 واقول له الاريا اللي ما بيننا هي اريا كام؟ اريا واحد تمام. الاريا دي ان اس اس اي، لو جيت استخدم الهيل هلاقي برضو عندي اوبشن اسمه ايه؟ نو ساوند. هلاقي اوبشن اسمه ايه يا شباب؟ نو ساوند تمام. لو جيت دلوقتي بقى هنا قلت له شو، او نيجي اس على ار 5 واقول له شو اي بي راوت، لو تاخدوا بالكم شفتوا كل الشبكات من خلال ايه؟ ديفولت راوت. كل الشبكات من خلال ايه يا شباب؟ ديفولت راوت اللي هو مين؟ ار 4 تمام. يعني تاني اقدر اقول برضو النوتس توتالي ستابي اريا بيفلتر حتى الاكسترنال، يعني يدخله عندي للاريا دي كله على هيئه ديفولت راوت، كله على هيئه ايه يا شباب؟ ديفولت راوت تمام. يبقى تو سامرايز، تعالوا بقى كده ايه نرسم الرسمه الشهيره تمام. هفترض ان انا عندي دلوقتي الشبكه دي فيها مجموعه من الارياز ورده اهو، دي اريا زيرو، وافترض ان ده نوعها ستوب اريا توتالي ستوب اريا نوت سو ستوب اريا نوت سو توتالي ستوب اريا تمام كده. نمسك واحده بقى عشان كمراجعه، يعني بالنسبه دلوقتي للستوب تمام، انا عندي طبعا ما بين كل واحد والتاني في راوتر ما بيننا اللي هو الاريا بورد الراوتر، الراوتر ده هيفلتر ال اس اي طيب كام؟ 1 و2 و3 و4 تمام. يعني معنى كده ان هو مش هيعدي جوه الستوب اريا طيب 5. يبقى معنى كده ان اي راوتر جوه الستوب اريا هيشوف اي حاجه اكسترنال. اكسترنال يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال اريا 5 دي كانت شايفه راوتنج دومين مختلف على سبيل المثال زي الريب تمام. الاكسترنال تايب 5 ده هيمنعه انه يدخل جوه الستوب اريا، وبالتالي اي راوتر جوه الستوب اريا هيشوف الريب كانه ديفولت راوتر، كانه ايه؟ ديفولت راوتر من خلال الراوتر اللي ما بينه. طيب التوتال ستوب اريا، توتال ستوب اريا هيفلتر عندي انواع مين؟ هيعدي انواع تايب 1 و 2، لكن مش هيعدي انواع لا 3 ولا 4 ولا 5، لا 3 و 4 ولا ايه يا شباب؟ ولا 5 تمام. وبالتالي اي راوتر هنا هيشوف شبكات الاكسترنال اللي هي الريب او اي شبكات تانية شغاله بالاو اس بي اف نوعها انتر راوت تمام، هيشوفها من خلال الديفولت راوت اللي هو الراوتر بتاع الاريا بورد الراوتر تمام. طب بالنسبه للنوتس ستابي اريا، هفترض دلوقتي ان كان عندي راوتنج دومين هنا مختلف زي مثلا برضو زي الريب على سبيل المثال، مشكلتي دلوقتي ان ده لو ستاب او توتال ستابي اي اكسترنال مش هيعدي، ما هو بيفلتر تايب 5 تمام. فالنص ستابي اريا هتعمل ايه؟ هتحول تايب 5 كانه تايب 7 كماسك كده عشان تعديه يوصل لبقيه الارياز، اول ما يوصل هنا يرجع تاني على اصله ان هو اريا 5 تمام. بس اي راوتر جواه مش هيشوف الاكسترنال صح، لكن هيشوف ايه؟ اي او اي اي، اي شبكات شايفها بالاو اس بي اف بس ايه؟ الانتر اريا تمام. طيب النوت سو توتالي ستابي اريا اي راوتر جو طبعا هيبقى كونكتد برضو براوتنج دومين مختلف زي مثلا الريب
تمام. برضو نفس الكلام هيحول تايب 5 لتايب 7 وبعد كده يرجع تاني يتحول هنا لتايب 5 عادي. بس اي شبكات كمان جايه له عن طريق بروتوكول الاو اس بي اف كانتر اريا تمام، المفترض ان هو هيفلترها بحيث ان يشوف كل الشبكات اصلا من خلال ديفولت راوت، يشوفها من خلال ايه يا شباب؟ ديفولت راوت. وضحت الفرق؟ تمام. طيب اخر طيب عندنا بقى اللي هو طيب مين؟ تايب 6. احنا طبعا لسه مش اخدنا اصلا في الكورس بتاعنا اللي هو المولتي كاست تمام. المفترض اصلا كنت قلت لكم هنت زمان ايام الان ايه، قلت لكم ان احنا كل اللي احنا اخدناه ايام الان ايه اسمه يونيكاست راوتنج، ولغايه دلوقتي بناخد يونيكاست راوتنج. لكن بالنسبه للمولتي كاست في برده عندي مولتي كاست راوتنج وفي مولتي كاست راوتنج تيبل تمام. ففي راوتنج بروتوكولز اصلا مخصصه للترافيك بتاع المولتي كاست، منهم فيرجن كده مخصص اصلا اللي هو الاو اس بي اف، في منه فيرجن مخصص للمولتي كاست بس للدقه ما حدش بقى بيستخدمه، لان الاشهر دلوقتي بالنسبه للمولتي كاست في عندي بروتوكولات زي البيم والبيم فيرجن 2، دول اشهر اثنين. عشان كده ده خلاص ما بقاش سبورتد وما حدش بيشتغل بيه اصلا اللي هو تايب 6 تمام. في انواع ثانيه دي لسه هناخدها برده باذن الله بس مع الاو اس بي اف فيرجن 3 تمام، اللي هو سبورتد على اي بي فيرجن 6 up to this point. حد وقع مني في حاجه؟